في خبر عاجل أعزائي المشاهدين دلوقتي جالنا، نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن غلق محطة مترو أنفاق الأوبرا. النهاردة احنا عارفين إن في مهرجان القاهرة السينمائي، في طبعا مواقع مغرضة عايزة تعمل فوضى، فاحنا من برنامج قضية رأي عام بنحارب كل الإشاعات دي وبنعلن على الهواء مباشرة إن المصدر الأمني بيقول ان مفيش غلق لمحطة مترو انفاق الاوبرا من الساعة 5، وان المحطة شغالة والمهرجان مفيش مشكلة بالنسبة له. والنهاردة طبعا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، وبننبه السادة المشاهدين ان احنا لازم نتواخى الحذر في كل المشاركات اللي بنعملها على المنشورات. في